ليا فركوس تاخد اللونطريمه وقعدت تمي خلف هذيك الدلاحه وهي فيها 14 كيلو ونفرض انت قاعد ترينيتي ونقصتي شحال بيت نقص في هذا اللونطريمه كيلو ديال الزريعه واش ندير اختي نمشي نتريني بالجوع شوف لاله سميره ملي كتكون غاديه الرياضه هتقول واش تدق النعمه هذيك راه لاله سميره ولا الطاي ديالك لاله سميره ماشي هي الطاي ديال فركوس شوف فركوس ما عندك ما تقول في الطاي ديال لاله سميره ما كرهتش حتى تكون عندي بحال هذيك الطاي في الحق طلعت ليا فراسي هاد الطاي ديال فركوسه ايوا انا الله يخليني في صباغتي وتبقى في الطاي ديالي فراسك انا اليوم عندي الحديد قلبتي جبار بحداد تبغيني ولا لا حملي بالقلب خليني واشك ويلي مزاح الخريف هذا الو الو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم؟ وحل الأوس والخضر الجواب القريضة والكلدي والبيض الهندي رحلك واش الإذاعة هادي؟ إيه الإذاعة هادي وبرنامج إهداء هذا؟ إيه برنامج إهداء بتهدي شي حاجة؟ إيه لحلك بغيت نسلم على أبي الحانون وكنهدي ليه أغنية خليت لك الله يا الظالم أرضات الوالدين كحزي كحزي بعدا الراديو على الهاتف شفت المكالمة ديالي كاع ما دايزة على الهواء حنت بنتي هادي راه ماشي إذاعة ديال الكوميسارية اش كدير كنتريني هكا يلا يا تريني يلا جبت يلا يا سكي نيت زدتي فيها لا نقصت منها لا هدلو عمر واش بغيتي تخرج عليا عطيني الدواء ديالي عطيني الدواء ديالي يا عباد الله قديمه يا الدواء ديالي غادي تفقسني شوف مولاي الخير شوف غادي تفقسني واش غتبدا تفرق معايا في اللغه ها واش داكشي اللي خليتي فيا في الجولف بغيتي تكملوا ليا هنا عباد الله على حسن الا كانت هاد لونطريما فيها شي منفعه ليا تبارك الله ولكن اذا كانت هاد لونطريما ما فيها والو هي الرقع اش بدك تجدر بها انا اللهم انت اللي عندك الفورمه ديال الحديد والنحاس والالومنيوم والقصدير وين واحد يا عباد الله القصدير وين يا عباد الله مولاي الخير شوف قبل ما تبدا التدريب اولا خصك تعرف واحد القضيه اسمع راه انا ودنيا كلهم معاك ما بغيتش ودنيك بغيت لي الدين والرجلين واش هاد المصيبه هادي غتنزلها بالودنين يا عباد الله انت حاجه واحده اللي غتفكني معاك سميرة اش بغيتي سميرة نعيط لها تفكني معاك انا راه قتلتيني غادي تجيب لي الاعصاب ما بغيتيش تدرب لا بغيت ندرب قالك ايوا ندرب واسمع انا بغيت غير باش ما تعصبش باش نفهم انا وصافي يلا واسمع نعم يا استاذ اش ناوى حاضر يا استاذ عباد الله فك الروح ماشي يا استاذ انا ماشي استاذ انا مدرب ماشي استاذ حاضر المدرب حاضر واخا المدرب الا درتي شي حاجه هاوجهي هاني يلا علاش كتربع يديك حنت قلتي لي واش انا جالس في الجامع حضر يديك اسمع خاصك تفهم باللي هاد الالم الا درتيها بنظام وانتظام الا درتيها بنظام وانتظام غادي تعرف باللي العقل ديالك والجسم ديالك غادي يولي بحال باش يكونوا عندك هاد الشيء فهمتي صافي فهمت محمد واش جالس كدير لونطريما شنو
شي اللي دفع لك حيد بالك قال لها نطري ما هذه راه انا وكتخدم بالبطونات وعندها العقل باش قال لها انا انت حيد تما حيد شوف لا 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 العقل شوف كدير هوب كلشي بلا لا لا كتورك على هذا البطون هذا وكتبقى ستة هي اش كدير سميرة سميرة مرسي سالي فركوس صافا لاباس صافا صحيتي ها؟ ايه صحيتي شو راك صحيح؟ ايه رانا جنتلمان وحديد مان كان شي غدا يلا غنتغدا هنا في النادي مرحبا شوفي سميره هي ورجلها جايين شتي واحد ورجلها هو هذاك شتي كي داير كنمشي صافي دابا خصك تغدا مزيان كاين شي حاجه ماشي شويه كل ما تزوجات كل حماقت هادو صحاباتي تغداو معاهم ما عندك مشكل على حسن الا كانوا صحاباتك نتغداو معاهم ما كانوا صحاباتك هما يتغداو معنا نو نو سيمي زامي بونجور صافا 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 الله يبارك فيك قدمي بعدا مسيو لا راجع راجع مون ماري فركوس شرفي الله يبارك فيك وانا الله مرحبا راجلك اختي غزال وظريف ايوا قال لك غير ديري النيه النيه بالنيه والحاجه مقضيه واللي ما عنده نيه ما عنده قسميه هذا رصيدهم وبالزين فايتهم لا لهم وبالزين فايتهم صح مرحبا ها جابوا لكم الزيتون زين عزيز عزيز تقولوا بالفرنساوية جدار شو هاد المريلة بونجور مدام سميرة بونجور مالو اش كيس كيس بات اشنا هو رجلتي الرياضة مزيان مالها خلنا ناكلها بلعها بلعها اه بون سيغيان سيغيان جي سبورتيف يلا توك ليا اللي كتوصل محامي عليا انت والزيتونة